مشاهدينا الكرام، الانطلاقة تتواصل في هذه المسيرة وانطلاقة شوط آخر من أشواط التحدي والإثارة، وهنا شوطنا الثامن في مجموع الأشواط. من ينطلق في هذه اللحظات ثامن الأشواط، خاص هنا أيضا بالزمول المهجنات الأصايل لأصحاب السمو الشوق في هذه الانطلاقة والتحدي والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هنا لمسافة 8 كيلومترات المسافة الماراثونية خلال هذا التحدي، خلال الانطلاق، خلال المسيرة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، لهذا الانطلاق والتحدي مشاهدينا الكرام، نسير معكم في الأداء الجميل، نسير في العرض والانطلاق والتحدي. ومن ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط الشامخ لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد بقيادة مختار بن أحمد، من يأتينا على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني والمنطلق على ثاني المراكز يأتينا شاهين سمو الشيخ محمد بن خالد بن صقر القاسمي مع السيل بن سالم بن السيل العامري، من يأتي على المركز الثاني وثالث مراكزنا. المنطلق هنا على المركز الثالث على زمام الأمور يسيطر على الصدارة وعلى المركز الأول، يسيطر على الانطلاق وعلى التحدي. أرى مساح قادم على ثاني المراكز، مساح سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم مع سيف بن عمير العميمي، من يأتي على المركز الثاني يسلام وعينه على صدارة، عينه على المقدمة يسلام. واللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة ومساح من يتسلل على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، مساح من انطلق بالفوز، انطلق بالناموس. تهانينا، تهانينا المرة الثالثة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز مساح بالمركز الأول. تهانينا لسيف بن عمير العميمي على هذا الفوز الجميل ولحظة وصوله إلى خط النهاية الشامخ بالمركز الثاني لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد. المركز الثالث مناور لسمو الشيخ محمد بن زياد بن سيف آل نهيان. المركز الرابع الوحش سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. المركز الخامس من هجن هناك ايضا العاصفه. وسادسا سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. 13:30 جزء واحد من الثانيه هو التوقيت الزمني الذي سجل تحت اقدام المساع. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، تهانينا لسيف بن عمير العميمي. بينما المركز الثاني اتانا هنا على ثاني المراكز الشامخ 13:31 جزئين من الثانية. تهانينا لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، تهانينا لمختار بن احمد مناور من اتى على ثالث المراكز سمو الشيخ حمدان لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف بن محمد ال نهيان مع الصادق فضل الامين 13:31 جزئين من الثانية.